اكيد في سبب كمان تاني. احنا عندنا في الصحه النفسيه دايما الاعتدال، علم النفس يحب الاعتدال. فاللي تربوا دايما تربيه لا اما فيها دلع زياده قوي مش متحملين اي مسؤوليه خالص، او العكس شالوا مسؤوليه فوق طاقتهم في سن مش سن ان هم يتحملوا مسؤوليه. اللي تربوا دلع قوي دول او دول هيبقى صعب قوي عليهم ان هم يعني يقدموا على الخطوه، لان هم لسه ما وصلوش للاعتدال. وفي حاجه بقى لو حضرتك بتسالي حاليا عن دلوقتي، لا العلاقات بقت متاحه بشكل اكبر. وده غلط، دي النقطه اللي كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفاصل. يعني لما الولد بيلاقي ان سهل ان هو يقيم علاقه مع البنت من غير جواز، طب يتجوز ليه؟ ما هو هو لو الموضوع متاح هيروح يقدم على خطوه الجواز ليه؟ المسؤوليه مش بس ماديه، اصلها المسؤوليه دي يعني حد انت بدل ما متعوده وقت ما عايزه تقعدي براحتك هتقعدي براحتك، لا في الوقت ده انت ممكن في الوقت اللي انت عايزه تقعدي فيه مرتاحة براحتك ومزاجك يطلب منك ان انت تعملي حاجه من شريك حياتك، بتقومي في الوقت اللي انت عايزاه ممكن تضطري ان انت ترجع البيت بعد الشغل براحتك، لا انت بترجع البيت عليك شغل تاني انت لازم تخرجها، ولو عندك اولاد هتخرج اولاد. فالمسؤوليه النفسيه ان طرف اخر مسؤول منك نفسيا وفكريا في المشاركه مش بس الماديه. انا بحس الماديه يمكن لو جينا بصينا لها في ارض الواقع اهون حاجه، اهون بالنسبه للمسؤوليه النفسيه. ودي شكوى كل الرجال على فكره، يقول لك انا كنت مرتاح وانا سنجل، لكن حد بيقول لي ولا بيزن عليا. عشان كده الاعتدال مهم قوي، ان انت تاخد واحده معتدله او ان انت تاخدي واحد معتدل. الاعتدال ده بيبان على فكرة، بيبان في فترة الخطوبة اللي بنتكلم عنها. يعني أنا هقول لحضرتك مثال، أنا كبنت مثلا وحتى بيبان بين الصحاب. يعني مثلا مرة ركبت معايا واحد صاحبتي العربية، مش عارفة زعلت من إيه أو مش عارف إيه، فتحت باب العربية وأنا ماشية عايز تنسى. ده أوتوماتيك دي هتكون إزاي ردود الفعل الهستيرية دي؟ بالظبط، ردود الفعل الأوفر أو البرود او التبلد اللي هو مثلا ايه، الناس تقول لك ده عنده ثبات انفعالي. لا، في فرق كبير جدا ما بين البرود وما بين الثبات الانفعالي. فرق كبير لما اقول لك مثلا فلان تعبان فبعد تقول لي بعد ما خلص الفيلم وفلان تعبان، مش لازم تصوت وتصرخ وتزعق وتعمل عادي، بس على الاقل هتقوم تاخد اجراء تتحرك. فده بيبان، موضوع الاعتدال بيبان ليه بقى؟ لان المعتدل بيكون معتدل في كل حاجه حتى في مشاعره. لو خدتي حد معتدل مش هيوصل، هيغنيكي عن الحته الخوف اللي بيتخوفها. ما هو طيب. هي انا عايزه اروح حلو ده. يعني انا قاعد بسمع دكتور رشا ومستمتع جدا بالكلام. الاقيه فين والاقيها فين؟ لان على ارض الواقع الحقيقه مش ما في لو قعدنا حسبناها كان زمان ما كانش في ناس كتيره جدا لغايه دلوقتي عندها مشكله في الجواز او بينفصلوا او ما كانوا بعد ما حتى انا شخصيا عندي اصدقاء من النوعين دول، اللي هو ايه، الولد الجميل البيرفكت اللي ازاي انت ما ارتبطتش لحد دلوقتي، والبنت الهايله اللي ازاي. هو الناس دي ما بتقابلش بعض يعني، هو ما هو ده النصيب بقى. علشان كده علشان كده في يعني شوفي موجودين المعتدلين موجودين طبعا. بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما نستعجلش على الولاد. احنا بنقول للاهالي اصل كمان الاهالي اللي بيتفرجوا علينا ليهم دور كبير قوي في الموضوع. لما بيقعدوا يزنوا على البنت او الولد وهم مش متاكدين ان لسه البنت او الولد دول مستعدين نفسيا للجواز، شكرا، لانه ده عامل من فشل العلاقات. الجواز مش شغل وشقه جاهزه وعفش جاهز، لا ده في استعداد نفسي. انت ابنك معتدل ولا لا؟ عشان ما تتسرعش وتاخد له حد مش شبهه، او زي ما قلنا مش شبهه في المبادئ الاساسيه في الحياه. فانت كده بتخلي الفشل، بتسرع للفشل. فعايزه اقول بس ان اصل الجواز ده رزق، او الارتباط الصحي او ان انت تلاقي حد فعلا ترتاح معاه وتكمل معاه ده رزق من عند ربنا. فما نعاندش ربنا بقى لو لسه ما جاش، نصبر.